السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم هيد من قناة ربحك عندنا. النهاردة أجيب لكم موقع مشهور أوي وبيدفع بانتظام، موقع فروت ماني. لو أول مرة تشوفنا ياريت تضغط مشاركة، تعمل وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لو عجبك. الموقع ده معروف جدا وموقع عديله حوالي 2 سنين شغال وبيدفع بانتظام، ودي واجهة الموقع. التسجيل في الموقع هنضغط هنا. هنكتب هنا الاسم وهنا الايميل وهنا الباسورد وعادة الباسورد، ونعمل بإنشاء حساب. ندوس على إنشاء حساب. يبقى احنا كده ايه، خلصنا التسجيل في الموقع. من هنا بقى هنخش ايه على التسجيل على طول. هندوس هنا تسجيل دخول ونحل الكابتشا. كده دخلنا على الموقع. هو الموقع عبارة عن حديقة، ليك حديقة فيها أشجار، بتشتري مجموعة أشجار زي كده. أنا أول ما بتسجل في الموقع بيديك شجرة ب10 روبل. هو في حوالي 6 شجرات، شجرة تفاح وخوخ ومانجا، وكل واحدة ليها سعر. يعني أول شجرة ب10 روبل، التانية ب30، التالتة ب50 و100. أنا اشتركت لي فترة في الموقع بصراحة، والنهاردة ايه قلت اشرحلكوا عشان الموقع ده يعني شغال حلو اوي وارباحه كويسة. من هنا بتجمع المحصول بتاع الشجر بتاعك، الحديقة بتاعتك تعتبر حديقة مش شجرة. انا كده جمعت، هنترجم بس للغة العربية. من هنا زي ما وريتك بتشتري الاشجار من الخانة اللي فاتت اللي كنت فيها ديت، بتشتري الاشجار وبتجمع في نفس الوقت. يعني هنا اللي كنت داخل عليها في الاول ديت تعتبر منها، لما بتشتري شجرة بتجيلك تحتيها بتبقى فوق هنا، وتبص تلاقي بتجمع هنا الفاكهة بتاعتها، وبدوس هنا تجمعها، وبتنزل السوق تحت هنا، تحت منها على طول، وبتبيع ايه المحصول بتاعك. يعني هنا عندي 6266، هدوس هنا كده باع المحصول ايه بتاع الشجر. تمام. هو الموقع فيه حاجات اتجددت، بعض الحاجات اتجددت يعني. هو اللي يهمنا ايه، انك انت تخش تشتري من هنا، ومن هنا بتبيع، من تاني هنا دي بتبيع السوق. في هنا بقى بيديك مواقع بتخش اعلانات كده بتشوفها، الاعلانات دي تداوم على انك تشوفها عشان دي بتزود الارباح. وفي هنا مهمات جديدة لسه نازلة تعتبر قريب اهي. والنهاردة هعمل لكم عملية سحب برضو، اوريكم ايه مصداقية الموقع. هاي المهمات اهي.
يقولك اشترك في مجموعة المشروع وتحصل على 1 فرنك اللي هو 1 روبل، وهنا مكافأة 5 روبل. اترك لقطة شاشة للدفع في المنتدى ما تقلش عن 5 روبل، هنا 1000 روبل مكافأة 10 على 1000. لو عديت 1000 موقع تصفح المواقع اللي هي بتشوفها ديت وبتاخد عليها أرباح، لو عديت 1000 أو جبت 1000 بيديك 10 روبل هدية. وهنا لو وصلت 50 إحالة بتاخد 50 روبل مكافأة. وهنا لو عملت فيديو وتشرح فيه الموقع بتاخد 250، 25 250 روبل. وهو شوف المهمة اللي تلاقيها سهلة بالنسبة تقدر تعملها، ممكن تعملها وتزود أرباحك. أرباح بتاخد بيها أشجار، الأشجار دي بتديك أرباح حلوة في الموقع، يعني الموقع شغال كويس جدا. احنا نخش نعمل عملية سحب، بس دلوقتي هو عمل نظام جديد، يعني طلب الدفع لازم تدفع 10 روبل عشان تقدر تسحب. متهيألي انا كده هخش على السحب، انا عندي 5 روبل. سنت، وهنا الحل بتاع السؤال اللي هو كان لازم استثمر 10 روبل في الموقع عشان ايه ينفذ لي طلب السحب. هنشوف الاستثمار، اضافة رصيد، ادفع له 10 روبل عشان ينزل لي افتح لي السحب. هنخش على البير، اوكي تم ال اه كده، يعني كده دفعنا بنجاح. هنخش بقى ايه على السحب ونشوف مصداقية الموقع، طلب الدفع أحسن. تم الدفع بنجاح.
كده انا ايه ال10 روبل اللي خدتهم دولت ممكن اشتري بيهم شجرة اللي هي ايه شجرة التفاح. نيجي من هنا انا عندي كده ايه 10 روبل، هقوم جاي شاري شجرة تانية كده، بقى عندي شجرتين. وبكده انتهينا من الشرح، ولو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك، وربنا يوفقنا كمان جميعا ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.